الرصيد الذي يتسق الرصيد حول الرقابه القضائيه حول المؤسسات ديال لي زاسيرونس. وقعت لي واحد الحادثه مؤخرا في المنعرج ديال بيل الوداد في منتصف الليل بسبب كما قلنا بسبب دوك الحفر ديال الاصلاح ديال الطريق. يعني واش من حقي مثلا نرفع دعوى قضائيه على الناس اللي كيصرفوا على الطريق لانه السبب سببوا لي واحد الخلل في السياره وبسببه يعني تبلوكاو الفراميل. يعني من بعد كنعيط في منتصف الليل وفصل الشتاء كنعيط للناس ديال لاسيرونس اللي انا منخرج معاهم طلبت منهم باش يعني نهار خلص لاسيرونس قالوا لي راه من حقك تستافد من الجلال مره واحده في السنه. وتسولوني على شحال فين كاين انا بالضبط. قلت لهم انا 20 كيلومتر من مدينه ازيلان. كيعيطوا لي دقيقه تقول لي كنتسفوا من كلشنا. قلت دابا خصك تتصل بالبريفي لان انت ما بعيدش على مدينه على البلاصه اللي بغيتي تمشي ليها ب 50 كيلومتر. انا كنعتبر هذا الشيء تحايل لانه النهار فاش بغيت نخلص ما قالوش ليا الشروط بالتدقيق ما فصلوش معايا. وكنعتبر بان يعني بحال هاد المؤسسات كيقلبوا على الاموال عوض لانه انا في منتصف الليل وفصل الشتاء وفي منطقه غابويه وبالتالي ف يعني واش كاين شي رقابه قضائيه على مثل هذه السلوكات؟ وشكرا.